المرجو الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة. وشكرا لكم. السلام الله عليكم ومرحبا بكم في قناتي وصفات للجمال مع إلهام. وصفة اليوم إن شاء الله ستكون وصفة مختصة بتبييض الأسنان وتخلص من الإسفرار، وكيفاش بيضت الأسنان ديالي في ظرف 3 ديال الأيام فقط وزولت جميع المشاكل الموجودة في الأسنان أو في الفم منها الرائحة الكريهة بواسطة مكونات بسيطة رخيصة، وأهم شيء أنها في متناول الجميع، ما كتسبب لا حساسية لا حتى شي مشكل إن شاء الله. أكيد غنتعرفوا على المكونات ديال هاد الغسيل، طريقة ديال التحضير، طريقة ديال الاستخدام والاستعمال. ولكن قبل كل شيء فنبغي نرحب بكم، نبغي نرحب بكل من كيزور هاد القناة، بكل من كيشاهدها، سواء نساء سواء رجال. وصفة اليوم هي للجنسين معا أكيد. فإلا كنت أول مرة كتشاهدوها ولا كتشوفوها فما تنسوش الاشتراك فيها مع تفعيلكم زي الجرس باش يوصلكم إن شاء الله كل ما هو جديد، وكل ما هو جديد أيضا في الوصفات الطبيعية، كل ما هو مجرب ومضمون المليون في المئة. وأيضا شتى وأشكال وأنواع ديال الوصفات الطبيعية، يعني التبييض، ترطيب، بزاف ديال الأمور إن شاء الله غادي تشاهدوها وغتنال الرضا ديالكم، وهادشي كامل باقل مجهود وباقل تكلفه كذلك. ف هادشي اللي كاين. وبسم الله على بركه الله نمشيو باش نتعرفوا على مكونات هاد الوصفه، الطريقه ديال التحضير ديالها، الطريقه ديال الاستخدام والاستعمال ديالها. نبداو اول شيء هما المكونات. بالنسبه للمكونات غنحتاجوا هكذايا واحد نصف حبه من الطماطم اولا من مطيشه، يعني عصير الطماطم. غنحتاج الى عصير الحامض ولا عصير الليمون. غادي نحتاج معجون الأسنان بقوة القرنفل أو قوة النعناع، وسأحتاج إلى كركم أو لا خرقوم بلدي، وسأحتاج أكيد إلى فرشاة الأسنان لتطبيق هذه الوصفة. فهذو هما كل المكونات، سهلين كما قلت لكم في بدايه الفيديو. دائما الحمد لله في الوصفات ديالي ما نبغيش نكثر لكم هكذا المكونات، أو لا مكون يكون صعيب أو لا ما متوفرش. فأكيد نحاول دائما نجيب لكم كل ما هو بسيط وكل ما هو مزيان لكم وغيساعدكم على حل جميع المشاكل ديالكم. فبسم الله على بركة الله ندوزو الآن لطريقة تحضير الوصفة. أول شيء غادي نعصر الطماطم أو المطيشة، غادي ناخذ كميه من الكركم، غادي نحاول نخلط ما بين الكركم وعصير الطماطم، ومن بعد نضيف المكونات المتبقيين عندي. ومن بعد غادي نضيف معجون الأسنان واحد الملعقة، وبعد ما كتصبح الوصفه بهذا الشكل هذا فهي كتصبح الان جاهزه للاستخدام. ما علينا الا ناخذ فرشات بهذا الشكل هذا، كتكون يعني كنعملوها غير كنطبقوها غير على الوصفات الطبيعيه، وكنفركو بها مزيان يعني الاسنان ديالنا بهذه الطريقه. اكيد كنغمروها مزيان باش هكذا تشرب لينا هاد الوصفه هذه، وكنبداو نفركو بها الاسنان ديالنا لمده ديال 5 دقائق او 10 دقائق، يعني 15 دقيقة ماكسيموم يعني على الأكثر. أما هي صراحة راه مدة طويلة ولا كثيرة، فغير ما بين 5 حتى 10 ديال الدقائق مزيانين.
ومن بعد كنشل الفم ديالو وكندوز لتاني خطوه ولا تاني ايطاب ليا اننا ناخد فرشه واحده اخرى كنفركو بها الاسنان ديالنا، وهكذايا يعني كيصبحوا الاسنان ديالنا كيشعلوا. واحد القضيه يعني هذا ما كيعنيش اننا عملنا هكذا وصفه طبيعيه اننا ما نحكوش الاسنان ديالنا، بالعكس ضروري من ورا كل وجبه رئيسيه، وجبه الفطور الغداء وايضا الكوتي ولا اللومجه والوجبه ديال العشاء، اي 4 مرات ما بين 3 حتى 4 مرات ضروري في اليوم اننا نحكو الاسنان ديالنا. معجون اسنان مخصص للاسنان على حسب واش حساسين اولا ما حساسينش، المهم هو اننا نفركوهم، نحاولوا نبعدوا على المشروبات اللي كتسبب لنا اصفرار الاسنان اولا يعني ممكن انها تسبب مثلا مشاكل، وحنا ما كنسرعوش في اننا نزولوا دوك المشاكل يعني في ساعه باننا نفركوا الاسنان ديالنا بعد كل وجبه ولا اي شيء ولا اي مشروب بليتو كيسبب الاصفرار مثل الشاي والقهوه، لان يعني الشاي والقهوه يعني كيسبب لنا هذا المشكل ديال الاصفرار ديال الاسنان. فهاد الشيء اللي كاين، واكيد شرب الماء بكميه كثيره ولا بكميه كبيره بزاف في اليوم فكيساعدنا على تنظيف الذات سواء داخليا ولا خارجيا، وهذا كيلعب حتى دور مهم على الاسنان، لانه يعني الماء ولا شرب الماء بلوتو ماشي غير للجسم وانما حتى على الاسنان على الشعر على بزاف ديال الاشياء، فضروري ما نشربوا الماء الكافي في اليوم خصوصا في هذه الفتره ديال الصيف، اكيد كنتعرضوا الجفاف ديال الجسم ديالنا، فاكيد خصنا نشربوا الماء بكميه كبيره وبكميه وفيره باش هكذا ان شاء الله نعالجوا جميع المشاكل ديالنا. وكانت هذه الوصفه ديال اليوم، وكيفاش بيت الاسنان ديالي مكونات بسيطه في 3 ديال الايام فقط. نتمنى ان وصفه اليوم نالت الرضا ديالكم والاعجاب ديالكم كذلك. قبل ما تخرجوا ما تنساوناش بالبيك لايك مع الاشتراك في القناه وتفعيلكم زر الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد، والاراء ديالكم كتهمني اكيد خليوها ليا في التعليقات، شنو تبغوا تشوفوا في فيديوهات قادمه، شنو الوصفات اللي تبغوني نهضر ليهم، اكيد اي وصفه بغيتوني نهضر عليكم عليها فاكيد على راس العين، ونشكركم ونشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله.